أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما شاهدنا هذه الصور التي تأخذنا في دولة الكويت، دولة الكويت التي استقبلت اليوم استقبالها الرسمي والشعبي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي حل ضيفا كريما كبيرا على دولة الكويت. التقى يلتقي خلال هذه الزيارة بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ما زال الحديث عن هذه الزيارة، عن نتائجها المرتقبة، ما زال حديثا قيما. ونتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور فيصل الشريفي، الأكاديمي والكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. كما شاهدنا هذا الاستقبال الرسمي الكبير الذي حظي به مولانا حضرة صاحب الجلالة، وننطلق من هنا منذ وصول حضرة صاحب الجلالة، وأيضا قبل الوصول شاهدنا الأعلام التي تزين الطرقات علم سلطنة عمان، شاهدنا صور حضرة صاحب الجلالة منذ أيام. فعن هذه الحفاوة وهذا الاستقبال الكبير في الكويت لمولانا حضرة صاحب الجلالة والترقب لهذه الزيارة. أولا نتشرف أن نكون معكم اليوم لتغطية هذه الزيارة المباركة، والتي حملت زيارة الدولة أيضا، ووجود جلالة السلطان هيثم بن طارق في دولة الكويت هو يعني يوم من الأيام التي نعتز فيها، وأن يحل ضيف على أخي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وعلى شعب دولة الكويت مناسبة عظيمة لا شك، والاحتفال أقل ما يمكن نقدمه كشعب لجلالة السلطان لما نحمله من مشاعر خاصة تجاه السلطنة وشعب السلطنة. ولذلك يعني أنا أعتقد أنها ما هي إلا جزء من الاحتفالية اللي داخل الصدور قد تكون أكبر. يعني نقترب من الشعب الكويتي، كيف يترقب هذه الزيارة؟ كيف ينظر الشعب الكويتي إلى قيمة العلاقات العمانية الكويتية وقيمة هذه الزيارة في تعزيز هذه العلاقات؟ نرجع للتاريخ، يعني هناك تاريخ حافل من المشتركات التي تجمع الشعب العماني مع شعب الكويت، ومنذ قرون يعني دائما للأسف المؤرخين يتجاوزون عن تاريخ العلاقات التجارية والتنقل بين البلدين، وأيضا المواقف التي يعني ربطت المواطن الكويتي والمواطن العماني منذ الأزل. لا شك أن البدايات كانت من خلال التجارة البحرية والتي توسعت، وكانت سلطنة عمان من المحطات المهمة للتجارة الكويتية ولنمو التجارة الكويتية ما قبل اكتشاف النفط، ومن ثم ما بعد اكتشاف النفط توافد مجموعة من الأخوة والأشقاء العمانيين بحثا عن العمل واستقروا هنا، وثم ازدادت هذه العلاقات المحبة والثقافات، تم التبادل وكانت واضحة جدا على يعني نمط الحياة اليومية للعماني والكويتي، هناك تقارب كبير. لا شك أن أيضا موقف سلطنة عمان أيام الغزو العراقي من المواقف العظيمة والمشرفة، وكل هذا يعني يعزز من تلك العلاقات اللي تجمع الشعبين، وإضافة إلى اليوم نشهد عصر آخر من التعاون الاقتصادي اللي يجمع الدولتين، وهو إضافة لهذه العلاقات ونمو لها أيضا. نعم، وهذا ما سأسألك عنه دكتور. ذكرت أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودولة الكويت قديمة جدا ما قبل النفط، الآن بلغنا بهذا التعاون وهذه الشراكات المشروع الاستثماري الأكبر في مجال النفط بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وبين أيضا دولتين خليجيتين في هذا المجال. نعم، نتحدث عن التواصل هذا وهذه الشراكة الاقتصادية، التبادل التجاري الكبير الذي يعني تجاوز 850 مليون دولار أو ريال عماني، فنتحدث يعني عن هذه الشراكة الاقتصادية وكيف لهذه الشراكة أن تعزز التنمية في سلطنة عمان وفي دولة الكويت. أولاً يعني عندنا شراكة نموذجية تجمع البلدين والمتمثلة في مصفاة الدقم، وهذه المصفاة فيها استثمارات ضخمة بالمناصفة بين الدولتين، والعائد المتوقع منها كبير جدا، خاصة وأن المصفاة تتميز بموقع جغرافي مميز جدا يطل على البحر الأحمر ويجمع
المحيط الهندي، على البحر الأحمر. ولذلك يعني هذه نوع من الشراكات المميزة، هي مثال النمو الآخر في الاستثمار من الجانبين وحجم التبادل التجاري. اليوم يشهد أرقام هي صحيح جيدة، لكن احنا نطمح للأكثر والأكبر من هذه الأرقام لأسباب كثيرة. والحقيقة يعني هناك مجالات للاستثمار واعدة، ولا شك أن هناك يعني مشترك آخر. اليوم عمان والكويت يعتبران من ضمن طريق الحرير ومن ضمن الحزام والطريق، وهذا التكامل أيضا سيضيف ويسهم لإنعاش وانتعاش الاقتصاد وإعطاء فرص حقيقية للشباب العماني والشباب الكويتي في العمل. وأيضا تطلعات كبيرة حقيقة والآمال كثيرة، وعمان فيها فرص استثمارية ضخمة تحتاج أحيانا رأس المال وأحيانا تحتاج الشراكات، وإذا كانت الشراكات بين دول الخليج فنعمة وبركة. ولا شك أن الكويت وعمان يمثلان شراكة نوعية يحتذى فيها، تشجع بقية الدول على الاستثمار فيما بيننا كمجلس تعاون خليجي. وأظن أن جلالة السلطان وسمو الأمير حريصين كل الحرص على تطوير هذه العلاقة الاقتصادية لما يصب في خدمة المجتمع ورفاهية المواطنين. نعم دكتور، دعنا نتحدث قليلا عن القواسم المشتركة في الرؤى والخطط التنموية بين البلدين. نتحدث عن رؤية عمان 2040 وعن خطة الكويت 2035. هذا التقارب بين البلدين لإرساء التنمية المستدامة في البلدين خدمة للشعبين، كيف للجانب الاقتصادي أن يعزز هذا في البلدين؟ نحن دائما نتكلم عن الاقتصاد هو المحرك الأساسي. نعم. وهذا المحرك يحتاج مجموعة من المقومات ووضوح في الرؤية ووضوح في آليات التنفيذ أيضا، والاستثمار الجيد للموارد الطبيعية والرأس المال البشري. متى ما توفرت هذه يعني العناصر وسندت لمن يستحق من الكفاءات الوطنية بحيث أن يتم عمل منظومة كاملة للوصول لغايات رؤية الكويت ورؤية عمان، وهناك توافق كبير يعني تنوع مصادر الدخل على سبيل المثال من الأمور التي يعني يحرص أو تحرص القيادة السياسية في البلدين على تنميتها وتطويرها. لذلك أنا في رأيي أن موضوع الاستثمار قد يكون مهم جدا من ضمن الرؤى اللي موجودة. أيضا التكامل التنافس مطلوب، لكن أحيانا التكامل يعزز هذا التنافس. نرى أن الكويت دولة نفطية ولديها يعني إمكانات لاستغلال الصناعات النفطية بشكل كبير، في المقابل عمان لديها موانئ ولديها اطلالات على العالم أكبر، ولديها أيضا شباب متعلم ويقبل بالحرف والمهن الوظيفية، وهذه أيضا إضافات لسوق العمل. التطلعات، وإحنا شاهدنا قفزة نوعية في التعليم في عمان، في الكويت اليوم نشهد افتتاح جامعة عبد الله السالم إضافة إلى جامعة الكويت، وكل هذه تعزز من إمكانية التوافق نحو رؤية مشتركة وتبادل الخبرات. أيضا ما في رؤية ما يصير فيها تعثر بعض الأحيان، ولذلك أو تتوقف لسبب ما. لذلك دور القيادات المسؤولة عن تنمية أو تطوير الاقتصاد المحلي في عمان وفي الكويت أن اللجان المشتركة تبحث هذه المعوقات وإمكانية تذليلها، وأيضا التكامل مطلوب والتنافس مطلوب وإيجاد فرص حقيقية للشباب. نحن اليوم نعاني كلا الدولتين من يمكن تضخم وظيفي في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص غير مستقل عندنا لشبابنا وغير موجه. إذا تكلمنا عن المشاريع الصغيرة
أو المشاريع المتوسطة الحاضن الأساسي غير متوفر لهم، والداعم أيضا غير متوفر لهم. نحتاج إلى قوانين تخدم هذا المسار، وأنا لا أشكك ولا أزايد على صدق النوايا لدى قياداتنا السياسية بأنها تسعى دائما إلى تذليل الصعاب. نعم دكتور، نتحدث قليلا عن التوافق السياسي. نحن نتحدث عن دولتين خليجيتين، عن مسيرة مجلس التعاون. كيف لهذه الزيارة أن تعزز مسيرة مجلس التعاون؟ يعني أنا يمكن طرحت هذا في زيارة سابقة لسمو الأمير عندما زار سلطنة عمان، وتكلمت عن الحديث وعن الجانب هذا. هناك توافق كبير يميز السياسة الخارجية لدولة الكويت ولسلطنة عمان، النأي بالنفس وأيضا عدم التدخل بشؤون الآخرين، ودائما هناك دعوة للحوار إذا كان هناك نزاع. وقد نجحت سلطنة عمان ونجحت الكويت في المساعي الخيرة والحميدة من أجل رأب الصدع، سواء العربي الإسلامي أو العربي العربي أو الخليجي الخليجي. لذلك في رأيي أن هذا التوافق في السياسة كسب يعني ثقة العالم وتقدير العالم أيضا للسياسة الخارجية التي تمتهنها سلطنة عمان والكويت. حقيقة المثال للعلاقات الدولية الدبلوماسية من هنا ينطلق، من عمان ومن الكويت، وهما مثالان يعني في رأيي يشكلون قيمة مضافة للعمل الدبلوماسي العالمي. هذا التوافق مهم أيضا. دائما تجد القرارات اللي تأخذها دولة الكويت وتأخذها سلطنة عمان في ذات الاتجاه وتصب في ذات الاتجاه. نعم الدكتور الأستاذ الدكتور فيصل الشريفي، الأكاديمي والكاتب والمحلل السياسي، كان حديثا طيبا ثريا عن هذه العلاقات الكبيرة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدين الكرام، كان هذا هو الحديث عن العلاقات العمانية الكويتية، وكيف لهذه الزيارة السامية لمولانا زيارة الدولة التي يقوم بها إلى دولة الكويت تعزيز هذه العلاقات وتمتين هذه الروابط بين هذين البلدين والشعبين الأبيين. إليكم الكلمة. شكرا لك زميل عيسى الكعبي على هذه التغطية الجميلة وقراءة معمقة من قبل ضيوفك الكرام فيما يتعلق بهذه الزيارة وملامح أبعادها من خلال صعد مختلفة. في المحطة القادمة نقرأ تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة برفقة المكرم حمد بن ناصر النبهاني، عضو مجلس الدولة. تفضلوا بالبقاء معنا.